عالم الفضاء أو دخول عالم الفضاء أصبح حلم الملايين شعوباً وأنظمة. عالم الفضاء واللي كان حكر على الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قرون من الزمان، الآن وقبل شهور تم الإعلان عن أول رائد فضاء عربي، تحديداً إماراتي، هو رائد الفضاء هزاع المنصوري. هذا الشاب ابن 35 سنة الإماراتي كان أول رائد فضاء عربي، تم اختياره بعناية من مجموعة أشخاص تقدموا سنة 2017 تحت مبادرة وتحت تحت منظومة أقامها النظام الإماراتي لاختيار والدفع بأول سائح أو بأول رائد فضاء إلى الفضاء. في أبريل 2018 تم إنهاء فترة التسجيل وبدء اختيار المرشحين، أما في أبريل 2019 اختار هزاع المنصوري ليكون أول رائد فضاء عربي إماراتي يذهب إلى محطة الفضاء الدولية. في سبتمبر 2019 تم الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، وفي 3 أكتوبر رجع هزاع إلى الأرض. النهاردة 12 أكتوبر المقرر أن يعود هزاع إلى أرض الإمارات. هذا هو التسلسل الزمني لاختيار هزاع وكذلك لعملية وصول هزاع إلى الفضاء ثم العودة إلى الأرض. احتفال كبير واحتفال إماراتي واسع جدا بأول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء إماراتي، على الرغم من أن البعثة الروسية اللي خرج معاها هزاع لم تسجل اسمه ولم تضع صفة رائد فضاء قدامه. ده اللي كشفه نيويورك تايمز في تقرير، قالت الإمارات اشترت مقعدا لأحد طياريها على رحلة الفضاء بمبلغ ضخم. إذن في نهاية التقرير قالوا أن هزاع لم يكن رائد فضاء وإنما كان سائح اشترى هذا المقعد بأمواله. أما عن التجارب اللي قام بيها هزاع واللي تم عرضها على الهواء مباشرة، هي كيفية الأكل في الفضاء. يعني هزاع بعد ما الإمارات احتفلت بأول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم وأول رائد فضاء إماراتي، اكتشفنا بالنهاية أنه كان سائح. تم شراء هذا المقعد بأموال طائلة دفعتها دولة الإمارات كي يصل هذا الشخص أو هذا الشاب للإمارات. أما عن التجارب اللي قام بيها هزاع زي ما تم عرضها على موقع الوكالة وكالة نازا، هي كيفية الأكل في الفضاء وإن الحاجات بتطير في الفضاء زي ما بيعمل هزاع. رغم هذه الفضيحة الدولية واللي العالم كله شاهدها بعد تقرير نيويورك تايمز وبعد الفيديوهات اللي نشرت لهزاع وبعد امتناع الوكالة الروسية عن إعطاء هزاع صفة رائد فضاء، إلا أن مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء في الإمارات ما زال يصر على أن هزاع رائد فضاء وقام ببعض التجارب. لكن التجارب اللي قام بيها هزاع تجارب مضحكة على حد تعبير المتحدث باسم مركز محمد بن راشد للفضاء. نتابع في الفضاء الخارجي، وهزاع يعني قام بحوالي 16 تجربة علمية مختلف، بعضها يعني من جامعات محلية ومن مركز محمد بن راشد وأيضا من وكالة الإمارات للفضاء. على سبيل المثال كانت عندنا تجربة، أحد التجارب اللي قام هزاع بها وهو نمو النخيل في الفضاء، والنخيل اليوم يعني مربوط بالإمارات. يعني تخيل هزاع اللي ما شفناهوش بيعمل حاجة خلال الثمان أيام بتوع الرحلة غير إن هو بيرمي الأكل في الهواء وبعد كده يلقطه ببقه. طلع المتحدث باسم مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء عشان يقول هزاع زرع نخلة في الفضاء. طبعا هذه التصريحات قوبلت بسخرية واسعة جدا وقوبلت كذلك برد فعل غاضب من العرب والمصريين على مواقع التواصل الاجتماعي. أما هزاع وفي لقاء قبل يومين عند سؤاله عن أهم المشاهدات اللي شاهدها في الفضاء، فكان هزاع إجابته مثيرة للسخرية. نتابع الأرض الكروية هذه اللي أنا شفتها، هذا من عندي يعني أقول لك يا عموما إحنا والفضل لله طبعا في الأول وفي الآخر، دي أقل حاجة بعملها أنا والتيم بتاعي، أقل حاجة. يعني ملايين الدولارات اندفعت من أجل وصول هزاع إلى محطة الفضاء الدولية، وتم إطلاق الوسوم والاحتفالات داخل الإمارات عشان بالآخر هزاع يطلع يقول الحاجة الوحيدة اللي شافها في الفضاء إن الأرض كروية. تم نشر خبر على الموقع الرسمي
قناة العربية تحت عنوان أول رائد فضاء إماراتي الأرض كروية، وهذا ما رأيته بنفسي، مع سخرية المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي وتداول هذا الفيديو بكثافة. اضطرت قناة العربية لحذف هذا الخبر بسبب الإساءة المستمرة لدولة الإمارات وكذلك لهذا الشخص الذي تم إطلاق عليه لقب أول رائد فضاء. تفاعل المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج هزاع المنصوري. حمدان البرازي بيقول: ما خدت غير التعب وصداع الرأس. نيويورك تايمز ترفض إدراج الإماراتي هزاع المنصوري كرائد فضاء لأنه لم تكن له أي مشاركة علمية، بل سائح اشترى المقعد بالمال. أيضا تحت نفس الموضوع شيماء بتقول: يعني مطلعين الفضاء ودافعين اختاروا إماراتي درسته فيزياء على الأقل ومهتم بالموضوع، مش واحد راح يكشف الدنيا يكتشف الدنيا لسه، وتقولوا مصاريهم حرام، تقولوا مصاريهم حرام. صحفي تركي الشلهوب بيقول: الإماراتي هزاع المنصور يؤكد كروية الأرض ويثير السخرية أو سخرية واسعة على مواقع التواصل. أما أحمد الزرقا بيقول: من أجمل ما قرأت كان الروس يصطحبون معهم قرود لإجراء تجارب عليها في الفضاء، واليوم اصطحبوا معهم إماراتيين بدلا عن القرود لإجراء تلك التجارب عليهم، أو على حد تعبير الناشط أحمد الزرقا. أخيرا إيمي بتقول: دولة بتشتري حضارة بالعافية، أثار ومقاعد في أماكن عالمية ورواد فضائيون بلا أي أساس سوى المال الزائل. وما زال النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع قضية الإماراتي هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي ووسط فضيحة عربية وعالمية بعد كشف وتقرير نيويورك تايمز على أنه لم يكن رائد فضاء وإنما كان سائح كأثرياء القوم الذين يدفعون المال من أجل زيارة الفضاء.